طيب نبدا بقى بالحديث عن المؤسسين، نبدا باول طيب. شخصيه. انا ابدا قبل ما ابدا في اول شخصيه يهمنا اقول احنا عندنا طبعا كتير من المؤسسين وكتير من المساهمين، كبار المساهمين. تمام. في مساهمين، في مؤسسين هنتكلم عنهم دلوقتي، وفي مؤسسين هنسيبهم لوقتهم لان هيجوا في الرؤساء لما نبقى نتكلم بقى في كل مرحله. فتره الرؤساء. فتره الرؤساء. تمام. يعني نبدأ بأول حاجة أمين سامي باشا. نبدأ بأمين سامي باشا. هو زي ما يقول تاريخه، هو مولود سنة 1875، ابن الشيخ محمد حسن البرادعي من قرية البرادع مركز قناطر الخيرية اليوبية. اتخرج في المهندس خانة 1874، كانت مدرسة أيامها قبل ما تبقى الكلية. اشتغل مدرس وناظر واهتم كتير جدا جدا بالتعليم، ودخل في سكة التعليم ونسي الهندسة. صورته معانا على الشاشة اهي طبعا. نسي الهندسة واهتم تماما بالتعليم ومشي في سكة التعليم، وأصبح مدير لمدرسة المنصورة أو ناظر في الوقت ده زي ما كانوا بيسموه، وبعدين تولى مدرسة معلش المنصورة بعدين المصرية. ما مسك المنصورة بعدين جاء المصرية اللي هي كانت بعد كده المبتدئين 25 سنة بالظبط. بالظبط كده. وبعدين مسك وبعدين تولى نظارة مدرسة دار العلوم أو كلية دار العلوم. وكان الرئيس العاشر ليها. الراجل دوت قعد 15 سنة، هي دي أكبر فترة أكبر فترة لناظر مدرسة العلوم في تاريخ دار العلوم. من الحاجات العظيمه اللي عملها طبعا هنتكلم عليها كتاب تقويم النيل، ده كتاب اللي كان الصوره اللي قدامنا على الشاشه، واختير بعد كده بمجلس الشيوخ واصبح عضو فيه، وتوفى سنه 1941. هو اللي وضع ده تقويم النيل امين سامي باشا، ده الجزء الثاني. هو ده يعني هتلاحظ الثاني والثالث. هتلاحظ بقى ان هو ايه، في ناس منهم من المؤسسين يعني او معظمهم اهتموا درسوا القانون او العلوم السياسيه او اهتموا بالتاريخ. ده واحد من اللي اهتموا بالتاريخ، امين سامي باشا ده. والكتاب اللي هو بتاع تاريخ مصر اللي عمله ده بيعتبر من اهم المراجع في تاريخ مصر. السند ليه مثلا احمد حسين في كتابه موسوعه تاريخ مصر، السند ليه لكتابه ده في توثيق بعض المسائل، زي ما السند للجبرتي، زي ما السند للمقريزي، زي ما السند. فلقيت انا لقيت اسمه يعني جه كتير جدا في كتاب موسوعه تاريخ مصر، فعرفت اهميته التاريخيه. فقريت ان هو يعتبروه شيخ المؤرخين في يعني انا ذاك، فانت شخصيه عظيمه جدا. الكتاب اللي عمله ده من 6 أجزاء، يا واحد اهتم بيه جدا، وعمل موسوعه كبيره جدا اعتبرت مرجع للمؤرخين اللي جم بعديه، اللي زي يعني زي الرافعي وزي احمد حسين وزي محمد شفيق غربال، اللي هو يعتبر يعني واحد من اعظم المؤرخين في القرن العشرين. فدي قيمته يعني. هو احد شيوخ المؤرخين، هو احد مؤسسي النادي الاهلي. مؤسس النادي الاهلي واحد شيوخ المؤرخين، وكان في وقت رئيس لجنه التاريخ في النادي الاهلي. تمام. يعني كان في لجنه كانوا عملوها، لجنه اسمها كان اسمها لجنه التوثيق. التوثيق. فده شخصيه مهمه جدا. وبعدين ده كان بيهتم بالبحوث العلميه. وبعدين هو اللي صمم شعار النادي الاهلي واختار اسمه اللي هو ناشونال، والاسم هنا مقصود ان هو ناشونال ده يعني الوطني او القومي. الاسم ليه دلاله. الاسم ليه دلاله مهمه جدا، اختار الاسم ده. فالاختيار اسم كان من عنده يعني. وبعدين ده الراجل ده برضو كان مؤسسين لسهم ودفع فلوس كتير، دفع يعني اشترى 15 سهم في مرحله التاسيس ب 75 جنيه، وده كان رقم كبير جدا. رقم كبير. رقم كبير لو عرفت ان مثلا ميزانيه مصر كلها في الوقت ده كانت 14 مليون جنيه. ويعني فتعرف حجم الرقم ده في الوقت ده اللي احنا اتكلمنا عليه ان كان البريطانيين والحركه الوطنيه كان مصر بتدفع ثمن الاحتلال. يعني كانت مصر محتله بتدفع ثمن الاحتلال. كانت مصر بتدفع كل سنه 85,000 جنيه، وده كان رقم مهول لجيش الاحتلال البريطاني، وكان تعداده 3,000. لما زودوا التعداد طلبوا زياده الميزانيه ل 141,000 جنيه، وده رقم مهول جدا. وللاسف يعني كانت الجمعيه الوطنيه تعترض، اللي هو كان البرلمان يعني يعترض، لكن هم ينفذوا غصب عننا، بيحتلونا بفلوسنا. فانت في المناخ ده طلع النادي الاهلي في الظرف ده.
يأسس لحاجة جديدة، ودول رموز وأبطال العظماء اللي كانوا بعد كده فيما بعد هنعرف فيما بعد كان لهم دور كبير جدا في الحياة السياسية في مصر، كانوا من نجوم المجتمع.